أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذه الجلسة مباشرة من تكمل العربية معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهرية. بدي رحب فيكم جميعا في هذه الجلسة اللي رح نتكلم فيها على استراتيجية تداول معينة، طبعا لها علاقة بالأرس آي أو مؤشر القوى النسبية. كثير من الأشخاص بيعرفوا بهذه الجلسات إنه يعني الار اس اي بيستعملوه بشكل اذا بدكم بسيط، وبيستعملوه فقط لنقاط دعم ومقاومه او لاشاره انعكاسيه بعض الشيء اللي هو بيعطينا منطقه التشبع بالشراء ولا بيع. ولكن بهذه المحاضره راح تتفاجئوا كثير قديش ممكن نقدر نستعمل الار اس اي باستراتيجيه تداول جديده ممكن كثير من الاشخاص ما عندهم علم فيها، فاعطوني شويه وقت بس لاقدر اشرح لكم اياها، وان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا طبعا بهذه الجلسه. استاذ احمد، علي محمد، هشام، محمد البنا، ومحمد، اهلا وسهلا فيكم جميعا بهذه الجلسه وكل الموجودين معنا. لكن في البدايه طبعا بندخل مؤشر الار اس اي على حيالله زوج او اليورو دولار على سبيل المثال، ساعه 30 دقيقه، اي رسم بياني ممكن انتم تختاروه. طبعا بتعرفوا انه بتضغطوا على الانديكيتورز، بتضغطوا على الريلاتيف سترينث اندكس مؤشر القوى النسبيه، وطبعا هو بيجي الارقام الثابته فيه اللي هي 70. بعرف انه كثير من الاشخاص بيعرفوا ومتابعين كثير بعض الاخبار وبيعرفوا انه لازم يعدلوا الارقام من 30 ل 70 لارقام مختلفه. اللي بدي لكم اياه اول شيء في البدايه خليني اعرفكم عليه، مؤشر القوى النسبيه اللي هو يتضمن متوسط متحرك، وطبعا بيتداول بين منطقتين اللي هي منطقه ال 30 ومنطقه ال 70. هلا راح انتقل من فكره 30 و70 لتعديل الارقام، ومن ثم لاستراتيجيه التداول اللي انا راح اقدم لكم اياها اللي هي لها علاقه بالكونفرجنس والدايفرجنس. راح تتفاجئوا طبعا بال يعني باستعمال القمم والقاعان على الرسم البياني، ومن قارنها مع الارس اي لنشوف اذا ممكن يكون عندي فرصه الدخول. شوفوا شو رح يصير عندي. في البدايه كثير من الاشخاص بيبتدوا بالار اس اي يتداولوا على مستوى 30 وال 70، وبيعرفوا انه لما الار اس اي يوصل الى منطقه ال 30 يعني وصل الى منطقه التشبع بالبيع، يعني تقريبا نتوقع الشراء. كثير من الاشخاص بيدخلوا بشراء وبكفي السوق هبوطه، وبيتفاجئوا وبيقولوا انه لا، الار اس اي بطل ناجح مثل ما كان ناجح ايام، وبلاحظوا انه الار اس اي ممكن يخترق مستوى ال 30 ويوصل الى ما دون ال 30. وطبعا هذه اشاره اذا بدكم سلبيه للار اس اي اللي هي نيجاتيف سيجنال، وممكن انه الار اس اي يضيع المضاربين والمستثمرين انه يعطينا اشارات خاطئه بالشراء. وايضا نفس الموضوع على اشارات البيع، وصولا بالار اس اي لما يوصل فوق مستوى ال 70 او فوق منطقه ال 70 اللي هي منطقه التشبع بالشراء، كثير من الاشخاص بيبتدوا يدخلوا بصفقات بيع على سبيل المثال على هذه القمه، والسوق بكف اتجاهه الصاعد وبسجل قمم جديده، وبنلاحظ انه الار اس اي حافظ فوق مستوى ال 70. فطبعا هذه الاشارات خاطئه، نحن ما بنستعمل الار اس اي بهذه الطريقه. انتم بتعرفوا انه اذا بدنا نمشي باي ذا بوك او حسب ما بنتعلم بالكتاب انه الار اس اي 30 و70، بتعرفوا انه الامور خاطئه.
لو كانت صحيحة كثير من الأشخاص بيربحوا بسوق الفوركس من وراء مؤشر الـ RSI. رح انتقل إلى فكرة جديدة للـ RSI اللي هي فكرة إنه نعدل الأرقام من 30 لل 70 ونوسعهم شوي 20 و80. طبعا وهيدي مانا استراتيجيه، ولكن نحن قمنا بتعديل بسيط على الار اس اي، بنعدل رقم 30 لل 20 وال 70 بنعدله لل 80. بهذه الطريقه ممكن نكون عم نعطي مجال اكبر للسوق لنقدر ناخذ بالفعل قاع معين ومنطقه تشبع بالبيع، خلينا نقول، او تشبع بالشراء، ونقدر ندخل على القمه بصفقه بيع او صفقه شراء. وطبعا هي منا استراتيجيه الانسب، يعني برضو اذا في حال بدنا ندخل ار اس اي على الباوند دولار بشكل 20 و80، ممكن تلاحظوا انه هلا لما تلامس مع مستوى ال 80 كان الباوند وصل الى القمه وابتدى بالتراجع. فطبعا ممكن بعض الاحيان تكون منيحه اللي هي انك تدخل بصفقات بيع على مستوى 80 للار اس اي، وطبعا منطقه شراء على ال 20 اللي هي طبعا منطقه التشبع بالبيع. ولكن برضو اليوم اللي راح اشرح لكم اياها مختلفه تماما عن مستويات الار اس اي، مختلفه تماما عن مستوى ال 20 وال 80 اللي هي الارقام المعدله للار اس اي، لننتقل نتكلم على القمم والقاعون. انتم بتعرفوا كثير منيح رايي الشخصي وكل بشكل يومي بيعرفوا انه جلساتنا اليوميه بنقوم بتعديل كثير استراتيجيه تداول، بنشتغل موجات اليوت، بنشتغل خلينا نقول فيبوناتشي، وبنحب الامور المتقدمه. الار اس اي كثير مهم يا شباب. خليني اعطيكم مثل، على سبيل المثال الار اس اي كونفرجنس والدايفرجنس اللي بدي اتكلم عليه في البدايه، انه الار اس اي مهم لانه هو الليدنج. شو يعني الليدنج؟ يعني هو بيعطيني اشاره على السوق اذا في حال السوق لازم ينزل ولا يطلع. يعني لما تلاحظوا انتم انه المؤشر الار اس اي بيشتغل بالضبط مثل السعر، يعني لما السعر ينزل الار اس اي بينزل، لما الار اس اي يطلع السعر بيطلع، وطبعا يعني بيمشوا مثل بعض. مين بيلحق الثاني؟ مين الاساس؟ مين الاهم بالتداول؟ طبعا هو الار اس اي. الار اس اي وبارقامه هو اللي بخلي السعر يمشي مثله، تمام؟ هذه نقطه كثير مهمه بدنا ناخذها بعين الاعتبار، انه نحن صحيح انه لما السعر يرتفع الار اس اي بيرتفع، ولكن نحن بالنسبه لنا الار اس اي هو اللي بيعطيني الاشاره. ليش؟ بدنا نتكلم على الزخم هون، على المومنتوم. يعني لما الار اس اي يرتفع اذا بدكم بنفس قوه السعر، طبعا بيكون في زخم او مومنتوم ضخم بالسوق، وممكن انه السوق يشتغل بنفس الطريقه الار اس اي عم يشتغل فيها. يعني وصلكم بالفكره؟ اذا بدي ركز على القمم والقاعان وبدي اشتغل بهذه الطريقه، بقدر احدد انا وياكم نقاط مهمه اللي هي بيست على القمم والقاعان. يعني اذا في حال السوق على سبيل المثال ارتفع بالدولار كاد الرسم بين الساعه، واللي حلو بهذه الاستراتيجيه انه بتقدر انت كمضارب تستعمل تايم فريمز صغيره، ساعه، 30 دقيقه، 15 دقيقه، ما عندي مشكل. انتم بتعرفوا على طول استراتيجيه التداول اللي انا بحبذها هي 4 ساعات وما فوق، ولكن بهذه الاستراتيجيه ما عندي اي مشكل فيها على اي رسم بياني. بكل بساطه لما الدولار كندي ارتفع من هذا القاع اللي هو قاع 130.34 وسجل هذه القمه ورجع نزل، طبعا الار اس اي ايضا ارتفع سجل هذه القمه ورجع نزل، وايضا رجع ارتفع الدولار الكندي سجل قمه اخرى ما قبل الهبوط. طب انا كيف ممكن اتوقع هذا الهبوط من وراء الار اس اي ولو حتى ما وصل الى منطقه التشبع بالبيع؟ لاحظتوا انه هون السعر ما وصل الى منطقه 80 اللي هو الرقم اللي عدلناه، اللي هو ايضا ممكن يعطيني اشاره على انه السعر وصل الى منطقه اوفر بوت بوزيشن. بكل بساطه بدي اخذ القمم مع بعضها البعض، اللي بقدر حدده انا وياكم انه بوصل الدولار الكندي مع القمه، مع القمه الجديده، وايضا بوصل القمه على اليسار مع قمه اللي على اليمين. اللي بقدر لاحظه انه الاتجاه او القمم اللي تم تسجيلها من قبل الدولار الكندي على الرسم البياني هي قمه وقمه اعلى منها، القمم اعلى من بعضهم البعض، وانما على الار اس اي تم تسجيل قمه وقمة أوطى منها. فبهذا السوق عم بيعطيني إشارة إيجابية positive signal، وإنما الـ RSI عم بيعطيني negative signal اللي هي إشارة سلبية. فبهذه الحالة أنا مين بصدق؟ كنت قلت لكم إن الـ RSI هو الأهم، هو الليدنج، هو الخطوة الأساس لتحرك السوق. يعني لما الـ RSI يعطيني قمة وقمة تانية أوطى منها، هذا يدل على إشارة سلبية، هذا يدل على أنه قمة اللي سجلها رقم 2
خلينا نسميهم القمة رقم واحد والقمة رقم اثنين. القمة اللي سجلها رقم اثنين اليو اس دي كاد على رسم بين الساعة هي قمة فولس أو خاطئة أو تلقب بالبول تراب. شو يعني بول تراب؟ بول تراب أنتم بتعرفوا البول اللي هو فريق الثيران والبيرز أو فريق الضبع. فالبول تراب، التراب اللي هو فخ، بول تراب يعني هذا الارتفاع اللي شفناه بالموجة رقم اثنين أو بالقمة رقم اثنين، هي بول تراب هو فخ للثيران على أنه ارتفاع القمة رقم اثنين هي ليست بالفعل ارتفاع، وزخم الارتفاع منه موجود يعني ما فيها مومنتوم. فالار اس اي عم بيعطيني اشاره سلبيه، فنتوقع الهبوط، وبالفعل شفنا ان اليو اس دي كاد ابتدى ينزل. فالار اس اي هو اللي اعطيني اشاره على انه القمه سجلت مستوى اوطى من القمه اللي قبلها، وهذه اشاره سلبيه، فالارتفاع هو خاطئ، فنحن بندخل بصفقات على اليو اس دي كاد. طبعا رح فرجيكم ايضا اكيد امثله اكثر، ورح نمشي شوي شوي بالنسبه للار اس اي كونفرجنس والدايفرجنس. على سبيل المثال، مش بالضروره رسم بيان الساعه، ممكن يومي ممكن اسبوع، حيلا رسم بيان ممكن يخطر على بالكم. على سبيل المثال اس بي 500 على رسم بيان الاسبوعي، اذا بدي ادخل مؤشر الار اس اي وطبعا اخد ال 20 و80 ما عندي مشكل فيهم، ما عندي بقى مشكل بارقام المستويات اللي هي 30 و70 او 20 و80. بضغط اوكي، كل اللي بدي اياه انا من السوق هو القمم والقرعان. الاس بي 500 كان سجل لي القمه رقم واحد والقمه رقم اثنين، رح نلقبهم واحد، هذه القمه رقم واحد وهذه القمه رقم اثنين. طبعا مثل ما لاحظتوا القمه رقم اثنين اعلى من القمه رقم واحد، وانما بالنسبه للمؤشر الار اس اي القمم كانت اوطى من بعضها البعض. هذه القمه رقم واحد والقمه رقم اثنين. فالار اس اي عم بيعطيني اشاره سلبيه، والسعر عم بيعطيني اشاره ايجابيه على انه السوق سجل قمه اعلى. انتم بتعرفوا لما السوق يسجل قمه اعلى يعني الاتجاه عام صاعد، يعني توقع تكمله الاتجاه الصاعد، يعني الاتجاه العام بالفعل ايجابي. وانما الار اس اي سجل نقطه سلبيه، اول ما السوق يسجل هذه القمه اللي هي قمه اعلى من القمه اللي قبلها، اول ما يسجلها بشمعه اخر شمعه وفورا نشوف انه الار اس اي ما عم يرتفع مع السعر، هذا يدل على انه الاشاره سلبيه. نتوقع تكمله او اشاره انعكاسيه للسوق وهبوط للاس بي 500 على رسم بيانه الاسبوعي. فطبعا هذا الار اس اي اللي عم بيعطيني اشاره هو اللي ليس طبعا الشموع اليابانيه. رح فرجيكم طبعا انه على جميع الازواج بيشتغل، على الاس بي 500 اسبوعي، على الرسوم البيانيه اللي هي طبعا تابعه على الرسوم البيانيه الساعه. طبعا بكل بساطه استاذ احمد اهلا وسهلا فيكم، استاذ كرم نورت هذه الجلسه اهلا وسهلا فيكم. في عندي سؤال، هل البنوك والمؤسسات الكبيره تعتمد على هذه المؤشرات او طبعا تتحكم بتحكم بكم باشياء اخرى؟ انا بالنسبه لي الار اس اي طبعا منه من المؤشرات اللي بياخذوه بعين الاعتبار، اكيد لا، اكيد لا، منه من المؤشرات اللي بياخذوه بعين الاعتبار. وايضا المؤشرات او الار اس اي هذه استراتيجيه اللي هي اسمها دايفرجنس على الار اس اي، منا استراتيجيه ممكن تلاقيها اذا بتعمل سيرش على جوجل، اذا بتتابع اي محللين، منا استراتيجيه ممكن انك تتابعها. الدايفرجنس عاده بياخذوها على مؤشر الام اي سي دي. مؤشر الام اي سي دي ايضا موجود معنا هون على منصه التداول ام اي سي دي، وبياخذوا الدايفرجنس على الام اي سي دي. ولكن انا شخصيا فتحت الار اس اي طبعا يعني مش هلا، ولكن منذ اكثر من سنه، وباخذه بعين الاعتبار، ولاحظت انه الار اس اي بيشتغل مع المومنتوم، المومنتوم اللي هو قوه الزخم للارتفاع والانخفاض. شوفوا على سبيل المثال الذهب على رسم بياني الساعه. على رسم بيان الساعة كثير من الأشخاص الموجودين معنا كان عندهم كثير آراء على طبعا أسعار أونصية الذهب. إذا بسأل كل الأشخاص اللي موجودين معنا، كثير من الأشخاص بيقولوا لي الذهب ممكن يكون داخل بمثلث اللي هو هون يتضمن، خلينا نقول A B C D وهلأ الموجة E، ونتوقع الاختراق والارتفاع لزيارة مستوى 1450. طبعا أنا بوافق الرأي، كل اللي بحلل بهذه الطريقة. ممكن أشخاص مختلفين يقولوا لي هذه الموجة A و B
وطبعا نتوقع انخفاض الموجة 1 2 3 4 5 لزيارة الموجة سي، هذه الموجة اي وبي، وهبوطه لويف سي لزيارة وإعادة امتحان 1365، وكمان وبرضه بتفق معه. يعني السيناريوهات المفترضة على الفوركس والسوق كثيرة، وكثير من الأشخاص لو حتى بده يخضع بعين الاعتبار سيناريو إيجابي ولا سلبي، ما في شيء بيأكد على أنه السيناريو اللي عم بيفكروا فيه خطأ. وإنما اللي بقدر لكم إياه أنا كمضارب أو كسكالبينج على القاع، على رسم بيان الساعة على سعر أونصة الذهب، لما سجل آخر قاع عندي اللي هو 1385 من وراء تثبيته لمنطقة 1381، سجلنا قاع اعلى من القاع اللي قبله، وهذه اشاره ايجابيه طبعا. ولكن اللي باكد لي على هذا الموضوع هو الار اس اي. بدخل الار اس اي، بضغط على اوكي. الار اس اي بكل بساطه شو عطاني هون؟ عطاني اشاره ايجابيه لسعر اونصه الذهب. الذهب عم بينزل السعر من مستوى 1439 وصولا الى القاع 1385، السوق عم بينزل باتجاه عام هابط، تمام؟ ولكن القمم اللي سجل لي اياها الذهب اللي هي هذه القمة، عفوا القاعان، عم نتكلم هون على القاعان وليس القمم، انا اسف، سجلنا قاع وقاع اوطى منه، وهذا يدل على تكملة اتجاه الهابط، وهذا يدل على اشارة سلبية وضغوطات سلبية لسعر أونصة الذهب. وانما الار اس اي سجل لقاع وقاع اعلى منه، تمام؟ هذا القاع تابع لهذا القاع، وايضا قاع رقم 2. فعم بتلاحظوا انه الار اس اي عطاني قاع اعلى منه، هذا يدل على انه زخم الانخفاض ومومنتم البيع بطل موجود. يعني فريق الثيران رح يبتدي يتدخل بالسعر، يعني فريق الدبب رح يبتدي ينسحب من السعر، عطاني الاشاره على انه السعر بطل قادر يسجل قاعان اوطى من القاعان السابقه، وهون رح نبتدي باشاره ايجابيه وارتفاع ل سعر أونصة الذهب. طبعا ما في شك انه رجعنا وصلنا لمنطقة 80 اللي هي منطقة التشبع بالشراء، طبعا عطتنا اشارة سلبية على انه السعر لازم ينزل، ولكن انا بفضل انه استراتيجية التداول تكون فقط من الدايفيرجنس والكونفيرجنس. شو الفرق بين هول الكلمتين دايفيرجنس وكونفيرجنس؟ واحدة منهم بتشتغل على القمم، وواحدة تانية بتشتغل على القاعان. واحدة اللي على القاعان بتعطيني اشارات ايجابية، واللي على القمم طبعا بتعطيني اشارات سلبيه لدخولي بصفقات بيع. شوفوا سعر أونصة الذهب كثير رائعه، اعطتني اشاره ايجابيه وانا قدرت ادخل من القاع. اللي بدي اقول لكم اياه يا شباب، هذه استراتيجيه ممكن تكون بسيطه، ممكن تكون استراتيجيه خلينا نقول كثير سخيفه، وكثير من الاشخاص ما بياخذوها بعين الاعتبار، لانه برايك انه الار اس اي مين بيستعمله؟ انا معك، انا بوافقك الراي، مين بيستعمل بعد الار اس اي بسنه 2019 ومع التقلبات الضخمه اللي عم نشوفها على سوق الفوركس؟ ولكن اللي بقدر اقول لك ايه، انه الجولدن تريد والجولدن اوبورتونيتي، يعني الفرصه الذهبيه، هي انك تدخل بصفقات بيع على القمه، صحيح ولا لا؟ وانك تدخل بصفقات شراء على القاع. نفسيه المستثمر، اذا انا بجي بقول لك وين بتحب تشتري السعر، على طول جوابك بكون القاع. وين بتحب تبيع السعر؟ على القمه. هل يا ترى هذه استراتيجيه وارد عندك؟ ممكن تكون موجودة انك على طول بحيالله مركز او صفقة بتدخل فيها تقدر تشتري القاع وتبيع القمة؟ طبعا لا. استراتيجية الوحيدة، ولا حتى بفيبوناتشي، ولا حتى بموجات اليوت، ولا حتى بالانماط الاحتوائية اللي بناخدها بعين الاعتبار، انتم بتعرفوا الانماط الاحتوائية قديش بحبها. شوفوا على رسم بيان الساعة النمط الاحتوائي اللي تم تسجيله على الذهب، شفتوا الشمعة الحمراء اللي عطتني قمة أعلى من الشمعة اللي قبلها وأغلاق تحت افتتاحها، وهذه إشارة سلبية، ونتوقع كنا تراجع وهبوط سعر أونصة الذهب لملامة هذا القاع اللي هو آخر قاع ارتفع منه السوق. اللي بقدر لكم إياه إنه حتى الأنماط الاحتوائية أو الانجلفينج باترن ما بتخليك أنت كمضارب صفقات بيع على القمة، وإنما هذه استراتيجية اللي هي استراتيجية الار اس اي بتخليك تشتري القاع. هذه الاستراتيجية الوحيدة بسوق الفوركس بتخليك انك انت تشوف القاعان لما يتسجلوا اوطى من بعضهم البعض، وتغلق الشمعة بقاع جديد، وفورا يغلق الار اس اي بقاع اعلى، وهذا يدل على اشارة ايجابية، وانت ممكن تدخل بصفقات شراء على القاع.
هذه استراتيجية الوحيدة بسوق الفوركس كله، بأي استراتيجية تداول ممكن تختارها هي بتخليك تشتري القاع، وهذه طبعا ميزتها لهذه الاستراتيجية. راح أعطيك شو سيئاتها، تمام؟ أنتم عارفين أنه ما في استراتيجية ما لها سيئاتها. وعليكم السلام أستاذ أحمد، أهلا وسهلا فيكم. الذهب يمر بثلاث موجات صحيه طبعا قبل البعد بموجه ارتفاع. استاذ احمد ابو الخير، طبعا وارد هذا السيناريو وارد اذا بتدخل انت بتفاصيل الموجات. انا شخصيا اتوقع انه الذهب عم بيدل على سيناريو ايجابي، ولا اتوقع انه ممكن يخترق مستوى ال 1401، لا اتوقع شخصيا. اتوقع هذا القاع له ممكن اليوم لل 1408 اللي سجله هلا كحد اقصى، اذا بده يمتد ممكن يزور 1401، ولكن مش حديثنا هون. موضوع اخر حابب انه اتكلم عليه شوي، الموضوع اللي بدي اتكلم عليه هو طبعا موضوع زخم الارتفاع او المومنتم اللي ممكن نشوفه بالسوق. شو يعني؟ يعني عم بتكلم على الار اس اي اللي هو بيلحق السعر، موجة ارتفاع وموجة صعود من هذا القاع من مستوى 1400 عفوا 1384، ثلاث موجات اندفاعية لسعر أونصة الذهب. أيضا الـ RSI بيلحقها، ثلاث موجات اندفاعية وصولا إلى منطقة 80 اللي هي Overbought Position، منطقة التشبع بالشراء، وبهذه الحالة نتوقع الهبوط، صحيح؟ أوكي، ولكن الهبوط لوين؟ وين ممكن نوقف أو نرجع نفكر بالشراء عن جديد؟ هذه المنطقة اللي ممكن نرجع نفكر فيها بالشراء، بدنا نشوف الـ RSI يرجع يزور مستوى العشرين؟ لا مش بالضرورة. شوفوا النقطة قديش سبيشل، قديش مميزة هون. شباب، أنا عند انطلاق الذهب من هذا القاع، هذا هو القاع اللي انطلق منه الـ RSI، صح ولا لا؟ ارتفاع موجة ضخمة، ارتفاع الـ RSI، انخفاض سعر أونصة الذهب بموجة بسيطة جدا، الـ RSI صحح نفسه أكثر من 100%. يعني أنتم معي بهذه النقطة، الـ RSI رجع لنقطة الانطلاق يا شباب، رجع لنقطة الانطلاق، هذه الانطلاق الـ RSI صحح نفسه 100%، 100% تصحيح، وانما سعر الذهب صحح نفسه 38.2%. شو يعني؟ يعني الـ RSI عم بحضر حاله ضمن هذه الموجة التصحيحية لموجة صعود جديدة. الـ RSI نزل اكثر من الموجة التصحيحية اللي سجلها الذهب، فقط 38% تصحيح للذهب، 100% تصحيح للـ RSI. عم بحضر حاله، عم بهيئ نفسه للارتفاع عن جديد، ليكون معه مجال اكثر انه يرتفع ويرجع يزور مستوى ال 80% عن جديد. بنكون ابتدينا بالارتفاع ايضا وسجلنا قمم جديده. شو رايكم بهذه الفكره؟ هذه الفكره اللي هي فكره التصحيح لل RSI، تمام؟ ال RSI او خلينا ال RSI بدي اخذها بعين الاعتبار، لما ال RSI صحح نفسه كثير بتصحيح بسيط للرسم البياني، هذا يدل على الاتجاه العام الصاعد وعلى انه زخم الارتفاع بعده موجود للسوق، يعني تكمل الاتجاه الصاعد. هذه استراتيجيه مختلفه، تمام؟ هذه استراتيجيه مختلفه. هنا عم نتكلم على المومنتوم، على الزخم، على القوه، على المراحل التصحيحيه. يعني انا بقدر من خلال الـ RSI بشتغل فيه بثلاث طرق. اول طريقه هي المنطقه التشبع بالشراء والبيع، طبعا مع تعديل الارقام لل 20 و 80. ثاني منطقه هي بدي اخذ القيعان، باخذ بعين الاعتبار القيعان لما يسجلوا قيعان اوطى من بعض البعض، الار اس اي يسجل لي قيعان اعلى من اشاره ايجابيه. وايضا بدي اخذ الموجات التصحيحيه ومدى النسب المئويه للموجات التصحيحيه، والار اس اي قديش صحح نفسه من نقطه الانطلاق، تمام؟ وهذه النقطه الثالثه للار RSI. بتمنى طبعا لكل الاشخاص اللي استاذ علي انا بشكرك، لا ماني مبدع، انا فقط براقب السوق وبجرب انه اخذ اشارات منه، وبجرب انه اخذ طبعا تكون بتعطيني نقاط او بتعطيني فرص لاقدر اتخطى صعوبات السوق. سوق الفوركس يا شباب اصبح صعب ما في شك. هلا نحن عنا بمصر ندوه تعليميه وسيمينار ب 26 شهر ان شاء الله، راح اكون انا بالقاهره وطبعا بفندق فيرمونت على النيل،
وطبعا بتمنى انه تكونوا موجودين معنا. طبعا هي جلسه او سيمينار مجاني، رح يكون موجود لهونيك، موجود هونيك بالقاهره، لا طبعا للتوعيه فقط. انتم بتعرفوا كثير من الشركات بينزلوا وبيستهدفوا بلدان معينه كرمال يقدروا يكونوا عم بيجيبوا زباين منها ويسكروا حسابات تداول. نحن بتكمل وخاصه وجودنا الدائم بقرب العميل، وطبعا هذه الويبينارات اليوميه والاسبوعيه اللي بنسجلها هي فقط لدعم لكم، لان نحن ما عندنا مشكل بارباح الزبون. لما يربح العميل نحن بنربح معه، لان نحن بيطلع لنا كوميشن، وهذا الكوميشن اللي هو فرق بين سعر الشراء والبيع، وهذا هو الكوميشن للشركة. كوميشن للشركة بنستفيد عند كل افتتاح واغلاق صفقة، نحن بنستفيد. يعني كل ما تربح انت، كل ما تفتح وتغلق مراكز اكثر، يعني كل ما نربح اكثر. ربح العميل هو ربحنا، تمام؟ فانا كثير سعيد، وطبعا فرصة سعيدة انه اتعرف عليكم وكل الموجودين معنا بهذه الجلسات، اوكي؟ وطبعا انه نكون يعني عم نقدر نستفيد سويا من سوق الفوركس. نحن كلنا فريق والفوركس فريق اخر، وهذا الموضوع بنتفق عليه كلنا. الار اس اي يا شباب مهم، الار اس اي مهم. بالنسبه لي على رسم بين الساعه، في عندي نقطه عفوا كنت حابب انه نمر عليها، اللي هي سلبيه هذه الاستراتيجيه. شو فيها اذا بدكم امور سلبيه هذه الاستراتيجيه؟ استاذ كارم عم تضحك انت، عجبك الموضوع، فطبعا انا كمان بكون سعيد اذا بشوفك بالمحاضره هونيك اكيد. سلبيه هذه الاستراتيجيه وين يا شباب؟ على سبيل المثال خلينا ناخذ نيوزيلاند دولار. نيوزيلاند دولار، اوكي، على هذا الرسم البياني. حابب ادخل على رسم بياني الساعه على سبيل المثال 4 ساعات، حابب انه اشوف، اوكي، هذه نقطه مميزه. اوكي، عظيم عظيم عظيم، هذه الفكره اللي بدي اوصلكم اياها. شوفوا يا شباب قديش مهمه ايضا هذه الاستراتيجيه، وممكن تكون عندها سلبياتها، وانا لازم نوركم على سلبياتها. عندي النيوزيلاند بين ال4 ساعات، تمام؟ اللي بقدر لكم اياه انه السوق وصل الى قاع معين، هذا القاع ارتفع السوق وابتدى بالانخفاض، الار اس اي هون ارتفع وابتدى السوق بالانخفاض لتسجيل قاعان جديده. بنشوف انه السوق نزل سجل قاع جديد على النيوزيلاند دولار، وانما الار اس اي ما سجل قاع جديد، حافظ على هذه المستويات. شو يعني؟ هذه منا اشاره ايجابيه يا شباب، هذه اشاره ايجابيه، الار اس اي ما قدر سجل قاع جديد، وانما السوق سجل قاع اوطى من القاع اللي قبله، وانما الار اس اي سجل قاع اعلى من القاع اللي قبله، وهذه اشاره ايجابيه. معظم المستثمرين بيدخلوا بصفقات شراء من هذه المستويات لنيوزيلاند دولار، وفجاه السوق بكفي هبوطه. شو بيصير بهذه الحاله؟ الار اس اي بعده محافظ على نفس المستويات، ما عم بيسجل قاع اوطى، طبعا يدل على انه السوق اجلا ام لاحقا طبعا رح يبتدي بالارتفاع، ولكن ممكن يكون خسرت كثير فلوس انا بهذا الهبوط. كيف ممكن انا اقدر اهرب من هذه الضغوطات السلبيه وهذا السيناريو السلبي للاشاره الخاطئه اللي اعطيني اياها الار اس اي؟ اللي بقدر لكم اياه يا شباب انه انت فورا اول ما تاخذ اشاره ايجابيه على الار اس اي انه لازم يرتفع السوق وسجل قاع اعلى من القاع اللي قبله، والسوق سجل هون قاع اوطى من القاع اللي قبله، اللي بقدر اقول لك انه فورا لازم ترسم نفق ميل على هبوط. هذا النفق اللي ميل على الهبوط لمؤشر او لنيوزيلاند دولار تنتظر الاختراق منه، وهذه نقطه مهمه. يعني نحن طورنا، انا الاستراتيجيه اللي قلت لكم اياها قاع وقاع اعلى منه واشاره ايجابيه، بهذه الحاله لنتفادى الاشارات السلبيه او الفولس بريك اوت، الاشارات الخاطئه، فورا نرسم خط مايل اللي هو خط مقاومه، وننتظر الاختراق من هذا الخط لاعاده الامتحان لتكمله الاتجاه الصاعد. طب خلينا نرجع على رسم بياني للذهب، على رسم البيان الساعه. رسم البيان الساعه، نحن كنا قلنا انه الذهب سجل قاع وقاع اوطى منه، الار اس اي قاع وقاع اعلى منه، وهذه اشاره ايجابيه لازم ندخل صفقات شراء، ولكن برك السوق كفى بنفس الطريقه مثل نيوزيلاند دولار كرمال نتفادى هذا الموضوع، وموضوع بركي او وات اف
شو بنعمل؟ نرسم خط مقاومة وننتظر الاختراق لهذا خط المقاومة. بنكون احنا بالفعل اخذنا اشارة ايجابية من الار اس اي، ولكن ما دخلنا فورا بصفقة شراء، وانما انتظرنا الاختراق، اعادة الامتحان والشراء. بنكون قلصنا المخاطر، انتظرنا نقطة دخول مميزة، اخذنا اشارة ايجابية من الار اس اي، ولكن ما تسرعنا، رسمنا خط مقاومة، انتظرنا الاختراق، اعادة الامتحان، وعززنا صفقات الشراء. وهلأ بتمنى انه تعطوني رأيكم بهذا الموضوع. اوكي، هذا هلأ بتمنى تعطوني رأيكم، لانه الار اس اي والاشارات وهذه الاستراتيجية اللي تلقب بالحلم منها موجودة، إلها على طول سلبياتها يا شباب، بتكون تنتبهوا. وسلبياتها أنه ممكن السوق يمتد مثل ما عمل بنيوزيلندا الدولار، ممكن يعطيك إشارة إيجابية السوق، ولكن يمتد ويضل عم يعمل كعان أوطن بعضها البعض، والأر اس اي بعده عطيك إشارة إيجابية، وهذا الهبوط بالسوق ممكن يخسرك فلوس. فنحن فورا أول ما نأخذ هذه الإشارة الإيجابية، فورا أسهل شيء ممكن أنك ترسم خط مقاومة وتوصل القمم مع بعضها البعض، وتنتظر اختراق، إعادة امتحان، وتكملة اتجاه الصاعد. بسط الأمور بالفوركس يا شباب، بسط الأمور بالنسبة للرسوم البيانية. التحاليل التقنية هي أفضل تحاليل ممكن تتبعوها، ولكن ما تتابعوا حدا، وثقوا بحالكم وثقوا بنفسكم. وأنا كتير أكيد وكتير يعني مصر على انه، لانه اذا انا قادر اعمل ارباح بسوق الفوركس بحسابي الشخصي، يعني انا قادر انقلكم الفكره الايجابيه للتداول، وانتم قادرين تعملوا فلوس منها. ما راح اقول لك راح تغتني، لا، ما راح اقول لك راح تترك عملك وشغلك ومدخولك الشهري، لا، ولكن قادر انك من سوق الفوركس تعمل فلوس اضافيه، اكسترا انكم، مدخول اضافي لتقدر تشيل مصروفك السنوي. تمام، خلينا نكون متفقين على هذا الموضوع. ما راح اقول لك الفوركس راح يغنيك، لا، اذا بدك تفكر بهذا الموضوع بهذه الطريقه انت غلطان. اوكي، هلا لكل الاشخاص اللي موجودين معنا، خليني بس اعمل هذا الشكل، اعمل شيل كويستشنز، حابب انه نشوف كل الاشخاص اللي عم يتكلموا معنا هون هلا. اوكي، استاذ احمد ابو الخير، اوكي، لكن هون استراتيجيه متكامله. استاذ هشام، اوكي، هل يجب الاختلاف، لازم يكون عندك مناطق التشريع ولا في اختلاف بين المؤشر والرسم، لكن المؤشر عن مستوى الخمسين؟ طبعا بالنسبه للمؤشر استاذ يعني هشام، مش بالضروره يكون على مستوى الخمسين. بعرف انه كثير من الاشخاص بيعرضوا مستوى الخمسين اللي هو نصف المؤشر الار اس اي، ولكن هذه استراتيجيه ليست بالضروره انك تتبع المناطق، منا بالضروره تتبع مستوى العشرين والثمانين. استاذ مهدي، شو الفرق بين الدايفرجنس على المجدي والار اس اي؟ الدايفرجنس على الار اس اي اتوقع ان يكون اسرع. انا بعرف انه الدايفرجنس بيشتغلوه عاده على المجدي على الام اي سي دي، ولكن انا شخصيا اتوقع انه على الار اس اي هي اسرع. اوكي استاذ راغب، انا بشكرك، الموضوع جيد جدا. استاذ علي، استراتيجيه متكامله، انا بشكرك. استاذ احمد، احيانا عندما يصل السعر الى مستوى 70 او بالصعود الى النقاط المحتمله، طبعا ممكن. استاذ احمد ابو الخير، ممكن قالنا انه طبعا يكفي السوق فوق مستوى 80، ولكن مستوى 80 بكون تقريبا خلينا نقول الزخم ضعف، يعني ال 80 افضل من 70 على طول، انت عدي لل 70 لل 80 افضل. اوكي ممكن. استاذ علي، ممكن اعدادات تعملها على الهاتف؟ لا، الار اس اي ممكن تعدي ال 20 و80، نعم، ولكن لا اتوقع ان الصوره تكون واضحه لتقدر تختار او تقدر تشوف القعان والقمم. طبعا ممكن على الجوال انك تعدل الار اس اي، خليني اجربها على جوالي بالوقت الحالي، مع جوالي انا عم بتكلم هلا، راح ادخل انديكيتورز مؤشر الار اس اي اعدادات 30 70. نعم موجوده، ممكن انك تعدل الار اس اي على جوالك من 30 70 لل 20 80. نعم ممكن، انا معي ايفون، فاتوقع انه السامسونج ايضا والاندرويد يكون فيه. استاذ مهدي، انا بشكرك. اول رايت، عن شو بدنا نتكلم؟ استاذ كارم، دايفرجنس كطريقه شغل واحده مش كافيه،
اوكي، ولا ممكن استخدامه كفلتر استراتيجيه الخاصه بكل تريد وقتها يعمل نتيجه. اوكي استاذ رفيق، وعليكم السلام، اهلا وسهلا فيك استاذ كرم. صحيح ما طريقه شغل وحده، انت بتعرف انه ولا استراتيجيه تداول هي كافيه لانك فقط تتكل عليها كتداول، طبعا ما في شك، ولكن لما تيجي تعدل الاستراتيجيه على ار اس اي بثلاث طرق او بثلاث نقاط ممكن انك تستفيد منهم، انا بالنسبه لي ممكن تكون مغريه لانك تستعملها، يعني كعان اعلم بعض البعض، كعان اوطن بعض البعض، اشاره ايجابيه، خط مقاومه، اختراق، ثاني اشاره ايجابيه، طبعا اول اشاره ايجابيه اخذتها من الخط، ثاني اشاره ايجابيه هي من اختراق واعاده امتحان، ثالث اشاره طبعا سلبيه ولا الخروج من صفقات الشراء هو وصول الار اس اي الى 80، بتكون اغلقت صفقات الشراء، فثلاث نقط وممكن تتكل عليها طبعا انك تقدر تتداول. فبالنسبه لنا يعني انك تتداول على استراتيجيه واحده هي خطا، ولكن اذا استراتيجيه متكامله وعم تقدر تستفيد منها ليش لا؟ انا قلت لكم وشرحت لكم سلبيات هذه الاستراتيجيه، سلبياتها انه ممكن السوق يعطيك اشاره ايجابيه ويكفي السوق بالهبوط، عن هيك انت ما لازم فورا تدخل بصفقات الشراء، وانما تقعد خط مقاومه لا فقط تقدر تنتظر اختراق واشاره ايجابيه اخرى لتاكيد وكونفرميشن هذه الاشاره الايجابيه. انا كثير سعيد بوجودكم، اكثر من سعيد بوجودكم، يعني 17 شخص على جو تو ويبينار عم يحضرني هلا، هذا طبعا شيء ما حصل قبل. اوكي جو تو ويبينار، وطبعا تسجيل من خلال الرابط، وهذا البروجرام او البرنامج كله انا ما بحبه الجو تو ويبينار، فكثير من الاشخاص بيتابعون على فيسبوك لايف، ولكن يعني لازم انه هذه المحاضرات تكون مسجله ايضا، ونعمل هيك مثل ويبينار كبير اذا بدكم مره كل اسبوع. حدا عنده اي سؤال ايضا او اخر؟ اوكي خلينا نشوف. الار اس اي ممكن نقيس الار اس اي بالفيبوناتشي استاذ مهدي. استاذ محمد البنا طبعا اي دي اكس تو ات كثير حلوه، كثير من الاشخاص بيضيفوا على الار اس اي او مؤشر الار اس اي متوسطات متحركه او اي دي اكس، ولكن هذا صار طبعا استراتيجيه اخرى تمام، ولكن اكيد وارده اكيد. استاذ احمد رح نتكلم على الباوندات هلا، رح نتكلم على الباوند ما تاكل هم. اوكي استاذ مهدي، نقيس الار اس اي بالفيبوناتشي، كثير من الاشخاص بيعملوا هذا الموضوع، ولكن انا ولا مره جربتها، ما عندي اي معلومات كافيه عن هذا الموضوع. يعني استاذ مهدي قصده انه ممكن انك تعرض فيبوناتشي على الار اس اي من اخر قاع لاخر قمه، وتشوف على سبيل المثال مستويات مغريه للشراء على فيبوناتشي من خلال او على الار اس اي، يعني طبعا ممكنه، اتوقع انه اذا في حال بتدقق بهذه الاستراتيجيه ممكن تكون مغريه، ممكن تكون فيها اذا بدك فرص، ولكن انا شخصيا كما اكون عم بتكلم هيك على الفاضي ما عندي اي فكره عن الموضوع، ولا مره جربت انه تابع فيبوناتشي على الار اس اي. اوكي سؤال اخر استاذ رفيق، اكيد مسجله واكيد رح نعمل لها شير اكيد. استاذ احمد رح نمر على الباوندات. استاذ علي محمد، بعد التعديل 20 و80 ايضا نعم هي تعديل الار اس اي، يعني وطينا 10 من ال 30 وزدنا 10 على ال 70، هيك وسعنا اكثر المجال انه السوق يرتفع ويوصل الى منطقه بالفعل التشبع بالشراء. استاذ خضر اهلا وسهلا فيك، هو اللي ذكرني اوكي بشكل رابط على الفيس على حسابك الشخصي، هو اللي ذكرني بالويبينار. بالنسبه ل ما كثير فهمت شو قصدك، الرابط على الفيس على حسابي الشخصي. اوكي قصدك اوكي اوكي عظيم، الرابط على حسابي الشخصي هو اللي ذكرك بالويبينار، دخلت مأخر ولكن لا تاكل هم استاذ خضر، السيمينار او الويبينار مسجل رح ترجع تحضره من البدايه وموجود، رح نعمل له شير على فيسبوك بس ان شاء الله بالايام المقبله، يعني هي الشركه وقسم الماركتينج هو اللي بيعرضه او بيعمل له شير. اوكي بالنسبه للباوندات قبل ما نغلق هذه الجلسه، ولكل الاشخاص اللي تابعونا بهذا الويبينار يرجعوا يعيدوا طبعا هذا الويبينار من البدايه اول ما نعمل له شير، خلينا نمر كرمال استاذ احمد على الباوندات وعلى كل الازواج اللي بيبتدوا بالباوند دولار لنشوف اذا اصبحت مغريه للشراء. على رسم بين الاربع ساعات باستعمال فيبوناتشي من اخر قاع لاخر قمه، تثبيت
مستويات ال 125% في بناتشي ريتريسمنت، هذا يدل على اشاره ايجابيه. اتوقع هلا مستويات ال 76.4% اصبحت عم تضغط بشكل سلبي على الباوند، اول ما نخترق مستوى ال 125 70 125 75 فورا استاذ احمد رح نبتدي بالارتفاع للباوند دولار لاعاده امتحان مستوى ال 126 70 وحتى مستوى ال 128 50. انا شخصيا عندي امل كبير على انه الباوند دولار رح يبتدي بالارتفاع وهدفي هو ال 131 تمام، وهي الريجولار ويف طبعا. وايضا عرس اسبوعي انا كنت كثير مصر على انه نحن انتهينا من الويف بي او من الموجه بي، يعني بالنسبه لنا طبعا الار اس اي ايضا عم يسجل لي او عم يعطيني اشارات ايجابيه على الار اس اي اللي هي طبعا ما موجوده على السعر، عم يعطيني كمم وكيعان اذا بدك اعلم بعض البعض على الار اس اي، وكمم عفوا كيعان اوطن بعض البعض. فطبعا نحن رح نتبع الاشاره الايجابيه اللي بيعطينا اياها الار اس اي وممكن نبتدي بالارتفاع. هذا بالنسبه، انما بالنسبه لموجات اليوت طبعا ما في شك انه هذا النفق الميل على صعود هو الويف اي، بيج ويف اي اللي عم نتكلم فيها، انخفاض بيج ويف بي وثبت مستويات ال 61.8% ونتوقع الموجه الاولى قد انتهت، الموجه رقم 2 3 4 5 لاعاده امتحان مستوى ال 150 وال 160 على الباوند دولار على المدى الطويل. طبعا من هلا لخمس او ست شهور لقدام او حتى سنه، يعني ما عندي اي فكره عن الوقت، عامل الوقت هو العامل الوحيد اللي لا يمكن تقديره باسواق المال. وطبعا بالنسبه لنا الباوند اتوقع ارتفاعه. بالنسبه للاسترالي مقابل النيوزيلندي، انتم عارفين انه هي الصفقه اللي انا كنت حابب انه اعرض لكم اياها، وهذه الصفقه اللي هي تم تثبيت مستويات كثير مهمه واتوقع ارتفاع هذا الزوج، وخاصه انه من اخر قال اخر كمه ثبت مستوى 76.4%. على رسم بيان الاسبوع عندي اشاره ايجابيه اللي هي النمط الاحتوائي، هذه الشمعه الخضراء، ونتوقع ارتفاع هذا الزوج. فبالنسبه للباوندات ايضا الباوند ين يعني ابتدى بالارتفاع والارتداد من القاع، فان شاء الله رح نبتدي يعني بالارتفاع لهذه الازواج اللي هي طبعا تم تثبيت 3 كعان على هذا الرسم البياني، وكنا قلنا انه تم تثبيت مستوى ال 80% في بوناتشي ايضا على رسم بياني الباوند ين اللي هو الكريزي كروس، فعدم اغلاق تحت مستوى 80% بعده اشاره ايجابيه. وشوفوا الار اس اي كيف ابتدى ب اذا بدكم الامل الايجابي لهذا الزوج. فارتفاع الباوند ين من هذه المستويات راح تاخذنا الى مستوى ال 150 وال 160 يا شباب، الاتجاه ضخم جدا اذا في حال ابتدينا بالارتفاع. بالنسبه ل استاذ مهدي انا بشكرك، استاذ محمد وات اباوت ار اس اي بيريد؟ خليها 14، ما عندي مشكل بالبيريد انا استاذ محمد، خليها 14، انا فقط عم تابع القمم والقعان مع بعض على البعض. بالنسبة للدولار ين استاذ رفيق عنا اشارة سلبية. استاذ احمد ابو الخير انا بشكرك، انتم الرائعين لمتابعتكم لالي. عندي اليورو الدولار ين واليورو باوند، الدولار ين واليورو باوند رح ننهي هذه الجلسة يا شباب، لان هذه جلسة منا طبعا لمتابعة الازواج وانما فقط لاستراتيجية التداول. استاذ رفيق الدولار ين على رسم بين اليومي اشارة سلبية، نمط احتوائي سلبي، اتوقع ارتداد الدولار ين الى منطقه 108.50 او 60، ومن ثم تكمله اتجاه الهابط لزياره القاع اللي هو قاع 107 وايضا قاع تقريبا مستوى ال 176. فهلا مع ارتداد بسيط للدولار ين تقريبا لمستويات ال 61.8% او 76.4، يعني هذه المستويات راح تكون مستويات مغريه جدا لتعزيز صفقات البيع على الدولار ين، وبدك تاخذ بعين الاعتبار وقف خساره فوق اخر كمه تم تسجيلها عنا اللي هي كمه النمط الاحتوائي والشمعه اليوميه. بالنسبه لليورو باوند، اليورو باوند طبعا يعني حذرتكم اليوم من اشاره انعكاسيه، للاسف ما قدرنا نوصل على نقطه دخولنا، كنت كثير منتظر اليورو باوند يوصل لمستويات 0.90 30 او 0.90 27، ولكن السوق ما قدر يوصل لهذه النقطة، ضغوطات سلبية من هذه المستويات. طبعا شفنا خلينا نقول النفق او نمط الرايزنج ويدج او المثلث الميل على صعود، فاتوقع ضعف اليورو مقابل الباوند وبداية 3 موجات تصحيحية ضخمة من هذه المستويات، وانما وقف الخسارة على جميع الاحوال عرضه فوق مستوى الصفر.
فوق هذه المستويات وقف الخسارة بتكون أنت بأمان، لأنه بركي ولا لابد أنه يرتفع بشمعة مفاجئة، وطبعا أنه يبتدئ إذا بدكم بإشارة سلبية عن جديد. أنا بتشكر وجودكم ودعمكم لنا ومتابعتكم لهذه الجلسة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. كان معكم المحلل والمدرب المعتمد جزاف ظهرية من شركة تكمل، إلى اللقاء. Thank you.